يا مرتضى شلون الاجواء وياك؟ اي اخذت لي ترويشه يا جماعه الخير بالماي البارد، حسيت بالامتعاش. سبحان الله، عند البحر في طبقه تصير على الجسم، ما ادري من ملوحه البحر، طبقه كذا على الجسم تصير تضايقك، تحس نفسك الرامل اللي حقصك، تصير لفونه رامل ومزي الملح تحقص الجسم. اي من الملح. لا تروشت؟ لا تروشت تعطيك طاقه قويه اقوى بعد. نعم. لانه يعطي انتعاش انتعاش وما طب البحر ابد ولا دخل البحر. انا نفسي الفاكهه اللي في ثلاجه البيت في كيسه وابد. يعني محملينهم من المزرعه والله. بس المزرعه حركات الامهات. ها عبد العزيز. اي والله حركات الامهات. الله يعطيك العافيه. بعد شفت تفاح يا مرتضى؟ ايه. شفت سكاري بعد؟ ايه. لا والله اللي يشوفك يقول، اللي يشوفك يقول انت اللي زارعه. هو بكتب على كرتون السكر، ايش فيك انت بل؟ وين كرتون؟ يعني الرجال جايبه في كست، منين الكرتون؟ انا اشتري من دار حكرا اسمه سكري. ايوه تفاح سكري. ايوه ضق على السكر. ايه سكر شنو عسليه. ايه وين لك يا اسبوع السويت اللي بيفتح موضوع ابو عبد العزيز. انا نص وانت نص والله، ما توني متقهوي ما فيني. اكل تمر شرب قهوه. خيار ابو عبد العزيز. لا بس ايش تقول؟ خذ عاد عبو بيدي. من الرطوبة. اي والله سبحان الله. ولا تروش تحس بانتعاش، تحس انك خفيت. لا لا صراحة فكرة الوايد حلوة والله. لا لا ضروري تروح تتروش بمعاش دابة. انا انزلها لان المتابعين الله يحييهم ويبارك فيهم عارفين اني اصبح كل صبح. كل اسبوع. كل صبح. كل صبح. لكم الله بالخير. يا هلا والله فيكم وسهلا. الاجواء لا يعلى عليها طبعا. يا من العافيه والله، يا من العافيه يا ابو دويش والله. يا من العافيه والله، يا من العافيه. ها يا شباب. اهلين. يلا حيا يلا حيا يلا حيا. حياكم. جود مورنينج. المرلنج. جود مورنينج. جود مورنينج. جود مورنينج. هلا سجران. حياكم. ما شاء الله على الاجواء، اجواء والله طيبه والله. والله يسلمك. اي والله اجواء مره. جالس هنا بالعزبه. ايش تبري؟ هلا والله النوري. يا قلم معاد. حيا. شلونك؟ خوش كبوس. اي هذا عشان الصيد السمك والشمس. ما شاء الله بس ممتع. الله يحميك. لا تقدر تسوي في مرزام. اي تسوي في مرزام، تسوي في شاي. لا ويحميك من الشمس. ما تضرك. ما تضرك. لا لا. ليش بالشمس عمودية؟ لا من وين هذا ابو معاد؟ ها؟ من وين هذا الكبوس؟ هذا موجود في محلات عندنا بالرياض، محلات الرحلات. الرحلات تبع الرحلات. بس الله يعطيك خير. وين دي الرحلات؟ الله يجزاك خير والله. الرحلات وين دي؟ الله يجزاك خير. ها؟ ها؟ هذه الرحلات عندي بالرياض، تعال ان شاء الله اذا جيت الرياض اجيب لك واحد. دائما نجي الرياض. ها؟ دائما نجي الرياض. الله يحفظ معاك. حياك والله. حياك. شيء ابي حيل نضحك الله يقرا عادل والله. ايش تقول؟ انتعاش. اي والله انتعاش. تروشت من الوايت الماي بارد. الله انا بقوم اتروش. تحس هنا عند البحر طبقه تصير على جسمك، ما ادري من الملوحه طبقه كذا. لا انا بكمل لك اسبوع. لا والله انا اتروش كل صبح والله. كل صبح ترى اصلا ما